مباراه حسم الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي، طبعا بعد ما الاهلي فاز في تونس جه الدور على مباراه القاهره من مسرح طبعا ملعب السلام. الاهلي جاهز لعبور بطل تونس ان شاء الله، وقطع طبعا تذكره الوصول الى كازابلانكا. طيب طريق للعشره، يعني طريق للعشره صعب مش سهل زي ما الناس بتفتكر. الناس مش عارف، يعني مباراه الاهلي والترجي مش عارف فيها تعتيم اعلامي شويه او يعني الناس حاسه ان الاهلي صعد خلاص. الكلام ده مش مظبوط تماما يا جماعه والله، لان يعني المباراه احنا عارفين هنا مباراه الاهلي والترجي لو تفتكروا، يعني بالذات الاهلي والترجي في ماتشات كتيره جدا ما بين الاهلي والترجي، وفي عظات كتيره جدا ما بين الاهلي والترجي. الاهلي هنا تعادل مع الترجي 1-1، الكل افتكر ان الاهلي خلاص ما خدش البطوله. الاهلي راح تونس وكسب 2-1، الاهلي كسب هنا الترجي 3-1، الكل اعتقد خلاص ان الاهلي خد البطوله، الاهلي راح اتغلب 3-0. اذا كره القدم هي كره ملهاش امان، كره ملهاش امان. امانها ان انت تعمل حساب لكل مباراه، امانها ان انت تجتهد في المباراه، امانها ان انت تركز جامد جدا في المباراه، امانها ان انت حتى لو كسبت في رادس لازم تبقى عارف ان انت لازم تتعب هنا في مصر. ما تتكلش على نتيجه رادس ابدا 1-0. فرقه زي الترجي عندها خبرات، عندها اسم، حامله اللقب، عندها بطولات، يعني فرقه تقيله، مش الفرقه اللي الاهلي يعني يستهون بيها. طبعا الاهلي اكيد مركز واكيد واكيد واكيد، بس انا شايف الناس مريحه شويه، ما تريحوش، تفاعلوا، شدوا من ازر اللعيبه، قول لهم مباراه صعبه مش المباراه سهله، ادي اهو التركيز اهو. ما عندوش حاجه الراجل ده، ما عندوش حاجه يبكي عليها معين الشعباني، ما عندوش، هو جاي يتغلب في ارضه، واحد يتغلب في ارضه هيعمل ايه؟ ما عندوش حاجه، ده بالرمضان، بالرمضان ده هيبقى حدوته بعد شويه، ده حمدي النجاز. فمباراه صعبه، مباراة مهمة، مباراة لازم كل واحد يستعد ليها استعدادات خاصة جدا. الترجي لابس احمر ليه؟ ما تصبر يا عم حسن، ما نشوف الترجي لابس احمر ليه؟ ايه قصة ان الترجي لابس التيشيرت الاحمر ده كده؟ غريبة. هو اللبس التاني بتاع الترجي لونه ايه؟ ازرق، بيلعبوا بالازرق. بالازرق ده لبس التدريب. تمويه يعني؟ ادي حمد الهوني وادي حمد النجاز الياس الشتي وبالغيز. النجاز احتمال كبير ما يبتديش بكره، ممكن يبتدي بسامح الدربالي، ممكن. خلاص بقى، بقت مباراه عايزه خبرات، والتوانسه بيعرفوا يقفلوا كويس ويعرفوا يعملوا جيم كويس، مش من الفرق اللي انت تستهين بيها ابدا ابدا ابدا. لازم تعمل المباراه دي حساب اكتر من المباراه اللي اتلعبت في رادس او تونس. طيب ادي تدريب الاهلي النهارده، بواليا ورامي واجاييه. نفسي يبقى اجاييه ليه دور، الراجل ده يخلص في اي وقت، بتمنى يبقى اجاييه ليه دور. بشكل كبير الاختلاف في تشكيل النادي الاهلي هو قفشه. قفشه هيبدا ولا مش هيبدا؟ وهيكون على حساب مين؟ هيكون على حساب صلاح محسن. هيبقى في ادوار مهمه لحسين الشحات وكهربا اثناء سير المباراه. لكن اعتقد ان لعيبه الاهلي مركزه كويس قوي، فريق كبير. شناوي طبعا وحش افريقيا. مش عارف اتكلم، اما جت الصوره على بيبو. الواحد بيقعد يتفرج، ما يحبش يتكلم في أرض الملعب. بتكلم مين يا بيبو؟ بتكلم مين يا بيبو؟ وأدي كابتن سيد عبد الحفيظ. بص قعدته كده إيه، ليها هيبة.